الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 40 بعد 200 من مجالس قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال: باب في الشركة. قال: حدثنا محمد بن سليمان المصيصي لوين، حدثنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال: إن الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. نعم، هذا الباب في الشركة، و الناس يحتاجون إلى الشراكات، فقد يكون إنسان عنده نقود أو أموال مختلفة من عقارات وغيرها، ولكنه ليس عنده كفاءة لإدارة هذه الأمور، ما عنده قدرة، ما عنده خبرة، فيحتاج إلى من يديرها بدل أن تبقى من غير فائدة أو أن يبيعها ويستهلك ثمنها. وأحيانا يكون عند الإنسان خبرات وكفاءة عالية جدا، قدرات مميزة، لكن ما عنده نقود ولا عنده أموال من أجل أن ينتفع من هذه. والإنسان إذا لم يكن عنده إمكانيات حسية غير الذكاء والفطنة وما عنده من كفاءة العلمية، إذا ما كان عنده إمكانيات لا يستطيع أن يستفيد من خبراته. وقد يكون الإنسان عنده نقود ووجد أيضا آخر عنده نقود، وإذا بهذه النقود مثلا لا تكفي لإقامة مشروع كامل، عنده خبرات وكذا وعنده نقود، وآخر أيضا مثله يحتاج إلى نقود وهو عنده خبرة، فماذا يفعلان؟ يكون بينهما شراكة أموال وفي نفس الوقت شراكة خبرات. إذا الناس يحتاج بعضهم إلى بعض في الشراكات. أحيانا يكون إنسان أرض وفيها زرع لكن ليس عنده أي خبرة في زراعتها، فيحتاج إلى من؟ إلى من يزرع هذه الأرض. أو عنده ثمار لكن ما عنده وقت، مشغول، الثمار كثيرة تحتاج إلى عمال كثر وهو لا يستطيع أن يتفرغ لمتابعتها، فيحتاج إلى من يشاركه فيها على جزء من الخارج من الأرض. الكلام عن قضية الشراكات واسع جدا. هذا الباب يعني بالكاد يستطيع أن يعني يضبط الكلام عن الشراكات، لكنه يعطيك يعني ما يعني جزءا مما تحتاج إليه وإلماحات في هذا الباب. الحديث الأول الكلام فيه عن الأمانة بين الشريكين. الحديث الأول فيه محمد بن فيه أبو حيان التيمي عن أبيه، وأبوه ماذا قال فيه ابن حجر؟ قال فيه ابن حجر إيش؟ قال: وثقه العجلي، يعني لم يذكر فيه الحكم الذي يعني. والسر في ذلك أنه بحسب التهذيب ما روى عنه غير ابنه اللي هو أبو حيان التيمي هذا، ولكن الصحيح أنه أيضا روى عنه الحارث بن سويد ثقة، وأيضا فيه توثيق، وبالتالي فهو على الأقل صدوق، وعلى الأقل صدوق، وبالتالي يعني ممن وثقه ابن العجلي، ابن حبان كذلك وثقه، كذلك ابن خلفون وثقه، فهو لا ينزل على رتبة الصدوق، فالإسناد صحيح، وإن كان شيخنا رحمه الله تعالى حكم عليه بالضعف،
باعتبار أنه لم يروى عنه غير ابنه، ولكن بعد النظر وإذا به قد روى عنه غير ابنه وارتقى بذلك إلى رتبة الصدوق، بالإضافة إلى أن فيه توثيقا غير توثيق ابن حبان. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله يعني رفعه، يعني إيش؟ يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما. فالله سبحانه وتعالى يبارك في صفقة الشريكين، يكون معهما، يعينهما، يوفقهما، ييسر لهما الأمور في التجارة، يبارك في البيع، ينمي لهم، فهي معية تناسب الشراكة. فإذا خان أحد، طالما أنهما أمينان والأمانة تقتضي الصدق في الكلام بينهما والبيان لما في يد كل منهما، فإذا لم يصدقا أو لم يبينا خان أحدهما الآخر. فإذا هذا فضلا عن أن يسرق أحدهما، فإذا خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما، إذن فقدا معية الله وفقدا رعاية الله. نعم، إذن الحديث حسن وفيه هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: باب المضارب يخالف. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة قال حدثني الحي عن عروة البارقي قال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى ثنتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. نعم، هذا باب في المضارب يخالف، يعني أنه يعمل بخلاف ما حصل عليه الاتفاق. المضارب هو الذي يعمل صاحب العمل، وشركة المضاربة هي شركة يكون من أحد الطرفين أو أحد الشريكين عنده الخبرة وعنده الكفاءة وعنده القدرة والذكاء والعمل، والآخر عنده المال، فصاحب المال يضع المال في يد المضارب، فإذا حصل ربح بينهما فهما يتفقان على نسبة الربح، وليس هناك نسبة محددة. يعني بعض الناس يكون عندهم الخبرة شيء كبير جدا وضخم ونافع جدا، وبالتالي يقول لمن يشاركه أعطني مالك والربح لي 90% ولك 10%. لماذا؟ لأن خبراته يعني لها هذا القدر من النفع، وواحد آخر يعني بالكاد عمله ينجح، فصاحب المال يقول أنت اعمل به ولك 10% من ليس هناك حد معين من النسبة بين المضارب وأصحاب الأموال حسب الاتفاق بينهم، ولكن لابد من أن يكون هناك يعني عدالة في التصرف. فإذا عمل الإنسان بمال شريكه فعليه أن يكون أمينا عليه، لا يقصر، لا يقول أنا سأعمل بقدر ما أحتاج فقط، بل يعمل بقدر ما يحصل به المصلحة ولا يفسد مال أخيه. أما إذا خسر، يعني حصل صفقة معينة فخسر فيها ولم يحصل ربح أصلا، أو حصل خسارة من أصل المال، فالخسارة لا تنقسم بين المضارب وبين صاحب المال، بل القسمة تكون كالتالي: العامل يخسر عمله ووقته، والخسارة تكون من مال من؟ من مال صاحب المال. واضح هذا؟ أما بعض الناس سيحتالون على ما يسمى بالمضاربات ويخسر كل منهما من ماله. لماذا؟ لأن الذي ينتج من المال يطالب صاحب المال إنما يحصل قسمة للأرباح بعد الصفقات. لماذا؟ لأن هذا المال الذي ربحه كل منهما يصير على هذه الشركة، فإذا حصل خسارة
ومال صاحب العامل المضارب هذا موجود، حصلت خسارة من المالين وهذا ليس له حق فيه. يعني إذا فهمت هذه نتجاوزها. فالآن يوجد بعض المعاملات ما يسمى بالمضاربة، بعض الشركات المصرفية تضارب، تقول مثلا لك أنت عليك الخبرة ونحن علينا الإمكانيات، الشركة مصرفية، ما هي خبرتك؟ تقول أنا مثلا خبرتي نجار. طيب ماذا تحتاج؟ فتكتب لهم حاجات الشغل، هذا مثلا منشار كهربائي، هذا مقص، هذا كذا، هذا خشب، فيفتح هذا المحل وأنت توقع على جميع هذه المعدات بكمبيالات مقسطة، كل كمبيالة مثلا مقسطة ب300 دينار لنقول إلى 10 سنين، ومعك مدة سماح لستة أشهر تعمل، وبعد ذلك يبدأون بقبول الأقساط، يعني تدفع الأقساط 300 300، وإذا كان في الشهر الذي تربح فيه يكون بينك وبينهم الربح بالنسبة، وإذا حصل خسارة لا يعني لا تدفع، يعني ليس عليك أن تدفع لهم يعني ربحا، بل يعني يسامحونك في هذا الشهر، وربما يؤجلون إذا ثبت عندهم يؤجلون القسط من باب الرحمة. واضح؟ إذا حصلت الرحمة من باب الرحمة عندهم أن يسامحوك في 6 أشهر ما تدفع لهم لا قسط ولا كمبيالة ولا أرباح، في خلال هذه الفترة أنت تربح ما شاء الله عليك، وبعد ذلك إذا حصل خسارة هم لا يطلبون منك تدفع لهم ربح، وكذلك قد يسامحونك في إيش؟ في أنهم أجلوا عنك هذا القسط، يعني الكمبيالة، تأتي وتسجل الكمبيالة في إيش؟ بأجل بعد الكمبيالات، وربما طبعا تجمع فيما بعد. وضحت الصورة؟ ما رأيكم في هذه الصورة؟ ليست هذه الصورة. ليست هذه. طب ما هي؟ إيش أحمد؟ ليست جائزة، لأنه هؤلاء لهم خسارة. إذن أنت عندك إشكالية عليهم أنهم لا يضمنون الخسارة، هذه إشكالية، يقول لك لا يضمنون الخسارة، يعني أنه إذا حصل خسارة ما بيضمنوها، فهذا ما بيجوز. هاي واحد شبه القرض. ليش؟ ما اشتركوا معه في شيء، هو اشتروا عنده بمالهم ثم سيسدوا ما تضمن. فهمت، فهمنا الآن، فهمنا شغلة من هذا الأمر. أخونا يقول هم في الحقيقة لم يشاركوا، وإنما اشتروا له هذه المعدات على حسابه، لأنه وقع على كمبيالات وهي مقسطة عليه، ففي أي شيء شاركوا؟ فهمتم كلام أخينا؟ طيب هذه فائدة الحمد لله. إذا طلعوا الجماعة إيش؟ الرحمة اللي إحنا اتفقنا عليها طلع ما في رحمة، يعني الجماعة كانوا يضحكوا علينا، هذا الواقع. الواقع أنه 6 أشهر الأولى هذه السماح، لأنه متوقع لإنسان بدأ في العمل جديد لا عنده زباين ولا المكان مكان معروف، ويحتاج ربما إلى الدعاية ويحتاج إلى كذا، يدفع من جيبه، أين الشراكة؟ والأصل أنه لا يسأل، أنا شريك مضارب ما بخسر شيء، هات حط للدعاية، هات ادفع لكذا، ليش تسامحني؟ اشتغل معي، ادفع، أنا شريك مضارب ما عندي مشكلة، حتى لو خسرت في بداية الأمر، حتى يكون هناك إيش؟ ففترة السماح حقيقتها اللي إحنا أظهرناها بأن رحمة، حقيقتها أنه المضارب بيدفع فلوس في الإعلان، وبيدفع فلوس في كذا، لأنهم لا يتدخلون بشيء في 6 أشهر الأولى. فهمتم ب6 أشهر الأولى ما الذي يحصل مع التاجر، مع الشريك المضارب؟ يتخلى عنه شريكه الممول، هذه حقيقتها، وإن أظهروها في صورة، تعرفون الذئب لما يلبس ثوب الحمل؟ عمرك شفت ذئب عليه جاعد؟ عارفين جاعد؟ الصوف الحمل هو الخروف. تخيل لما تشوف أنت من بعيد الصوف الخروف وكذا، تمام الأمور، وتقول جيبوا له الخروف حطوه بينها الخرفان، ها؟ وتروح تبيت أنت، لأن الخروف مع الخرفان، هذا الخروف هكذا ظهر لك الذئب بصورة ماذا؟ صورة الحمل.
طيب خلينا ننظر في الشهر هذا كيف ترد عليه. يقول لك لما يكون في شهر في خسارة نسامحك يومها هذا من أجل عنك ولا نطالبك بشيء من الربح، كيف ترد على هذه الرحمة؟ كمان هذه ما فيها رحمة يا أخي. أنتوا المشايخ على فكرة يعني المشايخ ما أدري إيش، يبدو أنهم يعني ضيقوا العطن، عارفين ليش؟ لأنه لازم تطلعوهم غلطانين ولازم تطلعوهم ربويين. يا أخي حاولوا تبحثوا يعني عقولكم ما استطاعت أن يعني أن تكيف الصورة بشكل ما في مجال لي أنا من هنا من هنا. طيب سؤال، أنت الآن تقول هذا الكلام، لو أنهم وظفوك عندهم في لجنة الإفتاء ها؟ تفتي بهذه الفتوى يا رجل؟ سبحان الله يا خير. لما تروح على الواحد في لجنة الإفتاء ما بيقول هذا الكلام. الشيخ لما يكون في لجنة الإفتاء كلامه مختلف. ليش شيك الشيوخ يا أخي ها؟ في لجنة الإفتاء يقول لك يا أخي هذا فيها لها وجه شرعي، ولكن الشيخ برر لجنة الإفتاء الكلام مختلف. ليش؟ إذا نحن ننصح المشايخ أن لا يكونوا في لجنة الإفتاء حتى لا تتغير الفتوى. نصيحة لله أنه لا تكن في موظفا في لجنة إفتاء في شركة مصرفية، عارف ليش؟ حتى لا يشك فيك، أنت صادق وكل شيء لكن أنت في محل الظن، أنت يعني في محل مجروح العدالة، لا أستطيع أن أخذ منك فتوى، صحيح ولا لا؟ طيب شوف الآن الأمر، هذا الرجل الآن باعتبار قال أنا أريد أن أشتري هذا الجهاز، فقال لا إحنا نشتري لك الجهاز ولكن أنت تدفع ثمنه إيش؟ مقسطا، تمام؟ إذن في الحقيقة اشتريت على حسابك، وهذه الكمبيالات أنت بتدفعها، وين الشراكة؟ ما في شراكة، وين الرحمة؟ الجماعة مع أنهم مع أنك ستدفع هذه الأموال مقسطة إلى نهاية الأقساط سيربحون منك شهريا كلما ربحت، مقابل إيش؟ مقابل قرض ولا مقابل الشراكة؟ مقابل القرض. واضح هذا الذي يسمى بالمضاربة؟ واضح؟ ومع الأسف الشديد كثير من الناس تروج عليهم هذه، ومع الأسف الأشد أن بعض الإسلاميين الحركيين وغير الحركيين يعني يسوغون هذا، ولعلهم لهم فيهم في ذلك مصالح. على الأسف الشديد أن الحركيين المصالح مقدمة، يعني يؤثرون المصالح على الشرع. ليست هذه من المضاربة، وإنما عبارة عن صورة من صور الربا، ولكن فيها نوع من الحيلة، وهي ولا شك فيما أظن إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين أشد حرمة من الربا، وهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء وإن كان بعضهم يدعو إلى الجهاد في سبيل الله هؤلاء من أسباب ذل الأمة، لأنهم تبايعوا بهذه البيوع التي عبر عنها بكلمة العينة. هذا الحديث الذي في باب المضاربة ما في مضاربة، وإنما اسمه عند الفقهاء إيش؟ تصرف الفضولي. أي تصرف الفضولي أو بيع الفضولي. بيع الفضولي هو الذي يبيع سلعة لإنسان يبتاعها يشتريها له من غير، أو يبيع سلعة لإنسان من غير إيش؟ من غير إذن منه، فإن فعل ذلك جاء فلصاحب السلعة أن يجيز البيع وله أن يرده، إنها فضولي. هذا الرجل من الصحابة أمره النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وأتنا بأضحية، خذ هذا الدينار هات أضحية. فذهب الرجل اشترى شاة، بعد ما اشترى الشاة جميلة الشاة، فجاء واحد من الناس قال له تبيع هذا الشاة؟ قال كم تريد؟ بكم تدفع؟ قال ادفع دينارين. قال هات، فباع الشاة بدينارين، صار معه ديناران. ثم بحث وجد شاة بدينار، اشترى الشاة فصار معه دينار وشاة، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هذا الدينار
وهذه ايش؟ وهذه الشاة. يعني رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم دناره ومعه شاة. لمن حق هذا الدينار؟ هذا حق لمن؟ صاحب المال. تفضل. للنبي عليه الصلاة والسلام. لا، بعض الناس يقول لك انا مقاول ويطالبونني بان اشتري لهم مثلا المواد، فانا بروح بشتري المواد على حسابهم ولي خصومات في المحلات المواد للبناء، في الكهرباء، في الدهانات، في كذا، فانا باخذ الخصومات. ما يجوز، لان المال ليس لك ولم يؤذن لك بالبيع والشراء في هذا المال. فان فعلت فاما ان يجيزوا ذلك وياخذهم الفرق، واما الا يجيزوا وترد البيع. الا في صوره ما اذا قلت لهم واخبرتهم انا لي خصومات، ان شئتم اتي بكم بالبضاعه بنوعيه اجود وافضل، ولكن الخصم لي فوافقوك. فهنا ما انت فضولي حتى يقال لك هذا الكلام. واضح؟ يعني هذه جواب على سؤال كثيرا ما يرد في كثير من الاحوال. هذا هو المقصود من هذا الحديث. النبي عليه الصلاه والسلام دعا له بالبركه، لانه يعني عمل هذا العمل، يعني ظاهر انه شيء جيد، دعا له بالبركه. وببركه دعاء النبي عليه الصلاه والسلام كان لو اشترى ترابا لربح به. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم. حدثني الحي عن عروة قال أخرجه. نعم، فقد أخرجه البخاري. قال ولا ما يحط في على شرط البخاري، لان الحي يمتنع في العاده التواطؤ مع الكذب، ويضاف الى ذلك ورود الحديث من الطريقه التي هي الشاهد لصحه الحديث. قلنا هي الطريقه الاذيه بعده. الحديث له شاهد، والحي يعني جماعه من الناس، وهؤلاء الجماعه من التابعين. وفي مثل هذا العلماء عندما يكون الرواه قال حدثني جمع عن فلان، فهؤلاء الجمع لو فرض انهم يعني مجهولون، ف يعني مثل هذا الجمع في تلك الطبقه لمثل هذا الرجل يجبر بعضهم بعضا. هذا المقصود من كلام الشارح. وكذلك الروايه القادمه لها يعني تكون شاهدا لهذا. يعني المقصود من كلام الحديث يصح بكون الحي الذين حدثوه جمعا لا يتواطؤون على الكذب. والأمر الثاني وجود الشاهد الثاني في هذا الحديث، وهو إن كان في إسناد سنأتي إليه إن شاء الله تعالى، يعني إسناده حسن، الذي هذا الحديث الذي سيأتي إن شاء الله تعالى إسناده حسن، ولكنه يصلح شاهدا في الحديث صحيح إما لذاته وإما لغيره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا أبو المنذر، حدثنا سعيد أخو حماد، حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد، حدثني عروة البارقي بهذا الخبر ولفظه مختلف. يعني هذا الحديث مكرر هنا بالمعنى، وهذا الإسناد صحيح، أو رجاله ثقات غير سعيد بن حماد، يعني ابن حماد بن زيد بن سعيد أخو حماد بن زيد، هو أخو حماد بن زيد بن درهم معروف مشهور. فهذا أخوه، هذا أخوه صدوق له أوهام، يعني حديثه حسن وهو شاهد للحديث السابق. نعم. قال رحمه الله تعالى: عفوا. نعم. إذن حسن وليس. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير العبدي، أخبرنا سفيان، حدثني أبو حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار
وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته. يعني هذا الحديث يشهد للسابق، وإن كان يعني السابق من طريق عروة البارقي، هذا الحديث من حديث حكيم بن حزام، ويعني إن شاء الله تعالى لا يضر في الجملة، يصلح يعني يقوي الروايات السابقة. نعم. قال رحمه الله: باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عمر بن حمزة، أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله. قالوا: ومن صاحب الأرز يا رسول الله؟ فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل، فقال كل واحد منهم: اذكروا أحسن عملكم. قال: وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجراء بفرق أرز، فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه. يعني استأجرت أجراء فعرضت عليه حقه، ما يدل على أنه استأجرت أجيرا. في نسخة أجيرا، ما هذا يعني هذا يدل على النسخة المحفوظة هذه. إذا استأجرت أجيرا بفرق، وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب، فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعاءها، فلقيني فقال: أعطني حقي. فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فذهب فاستاقها. نعم، هذا الحديث فيه أنه يمكن الإنسان أن يتجر بمال الرجل بغير إذنه، ولا شك أن هذا يصلح للحديث السابق، الحديث السابق برواياته أو بطرقه، أنه يتجر للرجل بغير إذنه. يعني لو أن هذه الترجمة كانت بدل تلك الترجمة ولم يكن هنا ترجمة لكان الحال يعني ما فيه أي إشكال، لكن على كل حال نحن نمشي على حسب الموجود. هذا الحديث ضعيف الإسناد، هذا الحديث ضعيف الإسناد، فيه عمر بن حمزة وهو ضعيف، لكن هذا الحديث جزء منه ثابت في الصحيح وفي غيره، وهو الجزء الذي فيه بعد يعني بعد ما الكلام عن على أن الجبل يعني سقط عليهم، واضح، وهو قصة الذين انطبقت الصخرة على فم الغار، ما بعد ذلك هذا صحيح لأنه يشهد له الأحاديث الصحيحة، وفيه أنهم ذكروا أحسن أعمالهم، يعني أنهم توسلوا إلى الله في دعائهم، يعني ما دعوه مباشرة وإنما دعوه وذكروا في دعائهم أنهم قد عملوا عملا صالحا، وكل منهم قال: اللهم إن كان هذا العمل خالصا لوجهك فيعني استجب لدعائنا، كل واحد دعا دعوة. الثالث من هؤلاء الثلاثة كان له أجير وكان يعمل له على الزرع أو كذا، وكان يعمل في اليوم على فرق أرز، وفرق الأرز يعني قد يعني يزهد فيه الإنسان، ولا سيما إذا كان على سفر، إذا كان فيقول لك أحمل فرق أرز، ما أحمل فرق أرز، فتركه ومشى. ثم إن الرجل احتاج وكان في الجوار فمر به وقال: أريد فرق الأرز. هذا الرجل عمل على فرق الأرز فبثه في الأرض وكذا، وجعل نصيب هذا معلوما، هذا الشريك ما عطل هذا المال ولا تركه حتى يفسد، وإنما نماه، فنما مال ذلك الرجل، وهذا من حسن نية، يعني هذا ببركة حسن نية هذا الرجل الصالح الأمين، فتوسل إلى الله بأمانته التامة، نمى له هذا، فلما نمى هذا صار يأتي بخراج كثير بمال كثير وكذا، فاشترى بهذا غنما واشترى بقرا واشترى
واشترى عبيدا ترعى هذا الغنم وهذا البقر، فصار عندي غنم ورعاء من وراء ايش؟ فرق الأرز. واستمر الأمر، وهذه الغنم تلد وتلد وتلد حتى صارت واديا من غلم من غنم وبقر وإبل وعبيد. جاء هذا الرجل بعد زمان، ولعله يعلم من صاحبه أنه إيش أمين، ولذلك ما يعني ما يأس منه وترك له. فلما جاء قال يا هذا إن لي عندك فرقا من الأرز، ما يدري أنه هذا الرجل ما يعني جاء لحاجة. الإنسان لا يدع فرق الأرز زهدا إلا إذا كان ليس بحاجة، ولا يعود إليه إلا إذا إيش بحاجة. إذا كانت حاجته أشد مما ترك. قال يا هذا إن لي عندك فرقا من الأرز، أنا لي عندك أجر تركته. فقال انظر إلى هذا الوادي، فكل ما ها هنا لك، كل الغنم والبقر والإبل والرعاء العبيد الموجودين الأمانة. وطبعا هذا الأمين لا يعني أن الله سبحانه وتعالى بارك في مال شريكه وما بارك في ماله، لأن المال مناصفة في هذه الشراكة، لأنه هو شريك مضارب، صحيح؟ ولا مش شريك مضارب؟ يبدو ليس شريكا مضاربا، بس هو دخل في شراكة مضاربة بشكل فضولي ولا لا؟ ليس الأصل في الشركة الموافقة للطرفين. إذا أجازه صار جائزا ولا لا؟ إذا أجازه صار. الآن ما أجازه إلى الآن، إحنا نشوف أجازه ولا لا. إذا قبل بهذا الشيء مشيت الأمور، أنا بشتغل في المال هذا اشتغلت فيه وكذا، فإذا أجازني جازت المضاربة، ما أجازني فأنا أرد إليه إيش فرق الأرز، صحيح؟ لا، مش أرد لي الحق حقه، أرد المال كله، المال وتوابعه. بس هو ما أجاز، احنا اتفقنا أنه إن أجاز مشيت الأمور، وإذا ما أجاز ماذا أرد له؟ يأخذ ماله كاملا. يا جماعة احنا قلنا إذا الفضولي إما أن تقر تصرفه. أنا لو واحد أعطاني دينار وقال لي اشتري هذه فاشتريته وبعته واشتريته ورجعت، خلاص أنا تصرفت. لكن أنا عملت في الأرض، أنا عملت في الأرض، وكان ما عنده إلا فرق الأرز، فأنا ثمرته، واضح؟ هذا أمر آخر. الآن لو خسر كل المال ما الذي يحصل؟ إما أن يجيزني، وإما أن أرد له أصل ماله، ما أجازني، جميل؟ لكن أنا ربحت كثيرا، معقول أن ما يجيزني؟ ولذلك هذا الحديث أليق بالباب السابق من الحديث السابق. على كل حال الرجل أجاز، إيش أجاز؟ والرجل قال يعني يا رجل إيش تستهزأ بي كل هذا المال؟ قال إن هذا كله لك، فاستاقه فلم يدع منه شيئا، اللهم إن كان هذا خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. وهذا دعا الله عز وجل بماذا؟ بأمانته. هل ما عمله خير أم شر؟ لو كان شرا توسل إلى الله به، صحيح؟ طيب الأول كذلك الفضولي خير ولا شر اللي عمله؟ يعتمد. فإذا كان يعرف من نفسه الخبرة وكان خريتا في التجارة، فإن له أن يفعل ذلك إن علم أن الذي دفع إليه المال يقره على ذلك. يعني أنا أتوقع من هذا الشخص أن يقرني، يعني مثلا وحيد يثق بي وأعطاني مالا مثلا أشتري له شيء معين، فاشتريت وجدت أن هناك من يعني هو ما اطلع أصلا على الذي جئت به، ورأيت أن من الناس من يريد أن يشتريه بضعف الثمن، ضعفي الثمن، وأنا أعرف أنه يقرني على مثل هذا، وربما لو خسرت كذلك يقرني ولا لا؟ جزاك الله خير. فبعته، وبعدين واحد جاء اشترى، وجدت السلعة نفسها بنفس الثمن القديم، وإذا بيش حصلت على المال الأول وعلى القديم، بس أنا ما حصل شيء، يعني ما لا زرعت ولا 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 شيء. فهو في مثل هذه الحال هذا العمل خير وجيد، أما إذا كان فيه مخاطرة وكذا فلا، ما ينبغي.
الجزء الأول من الحديث هذا خلينا نقول منكر. ليش؟ لأن فيه قصة غير يعني فيه ذكر شيء ما هو صح ما صح بأي طريقة أخرى، وهي إيش؟ أنه ألا يكون أحدكم مثل صاحب مثل فرق مثل صاحب فرق الأرز، قصة ما ليس لها أساس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الشركة على غير رأس المال. على غير رأس مال. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. الشركة على غير رأس مال إيش يعني؟ طبعا بعض الناس الآن يقول لك إحنا على الخير والشر، هذا من الأمور التي تتعارف عليه بعض الإيش بعض عوام الناس يعني، وهذا النوع العوام كهوام وزنا ومعنى مع الأسف هذا سيء. إيش على الخير والشر؟ على الخير والشر يعني في الحرام وفي الحلال وفي كل شيء، لكن يمكن أن يخرج اثنان مثلا على الحمالة، حمال كل واحد منهم حمال على الحطب، على عارفين عكوب، عكوب بيطلعوا ثلاثة أربعة بيروحوا على الجبال وبيعكبوا على الشراكة اللي بيطلع للجميع، وبعض الناس يقول لا أنا اللي بيعكبوا إلي لحال وكل واحد يعكب لنفسه. موجود هذا وموجود هذا. نحن الآن كلام عن إيش؟ عن صورة ما إذا قالوا إيش على الشراكة. فالشراكة هذا على غير رأس مال. ليش؟ هذه شراكة على عمل فقط ما هو برأس مال. المهم خرجوا. المشكلة في الحديث طبعا أنه الحديث منقطع، لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ابن مسعود، ما سمع من أبيه ابن مسعود، ذاك الحديث إيش ضعيف، لكن أحببنا نوضح الصورة التي ذكر أبو داود رحمه الله تعالى، ولعله يعني وقف على حديث آخر فيه هذا المعنى، ولكن المعنى في الجملة صحيح، ما في مشكلة في هذا النوع من التجارة، من نوع من الشراكة. يعني التسامح في مثل هذا الأمر لا ضرر فيه، بشرط أن لا يكون سببا في إخلال أحد الشريكين في العمل. يعني واحد فإذا أخل فهذا نوع من الخيانة. يعني واحد شافهم بيشتغل هناك اختفى وراء السيارة، سيارة العكوب، ها وبعدين بدأ خشر العكوب يأكل هؤلاء يشتغلون، هذا نقول له إيش؟ شريك. هذا لا يجوز له أن يأخذ من الشراكة. نعم. أحسن الله إليكم. إذا سمحتم، في الباب السابق قلنا الربح مترتب على تصرف الفضولي حق لصاحب المال. هذا إذا كان يعني السورة السابقة سورة الصفقة الأولى متفق على بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صاحب المال على أنه سيشتري من غير أجر، ما هو أجير، وهذا الرجل تصرف تصرفا وهو أنه باع واشترى، وهذا التصرف يعني في الغالب ليس فيه مشقة فلا يحتاج معه إلى النظر إلى هذه القضية. لكن كلامنا عن صاحب فرق الأرز هو كلام فيما ولو فرض أنا عندي مال الآن لشخص واحد يعني أنت مثلا عندك زيادة 100,000 دينار، قلت أبو عبد الرحمن يعني أنا أتمنك وأنت ما شاء الله وكذا هذه 100,000 دينار وأنا مسافر، فجزاك الله خير احفظها عندك، حفظتها ما شاء الله، يعني هناك سلعة مثلا من السلع، لنقول مثلا الغنم انخفض السعر حتى صارت الواحدة ب50 دينار. ليش؟ ما في طلب، ما في زرع، أو مثلا في يوم جد في كذا، ونحن نعلم أنه هذه في الغالب حاجة الناس إليها شديدة، فإذا أنا اشتريت هذه الكمية والتجار سيشترونها ويعلفونها. لكن مشكل الذين في الصحراء ماذا يفعلون؟ لا يستطيعون يعلفوها، ما عندهم فلوس، فبيبيعوا بعضها من أجل علف البقية. أنا عندي خبرة في هذا الشيء، بذهب بشتري كمية كبيرة بهذا المال الذي أعطاني إياه، ولا أستطيع أن أتصل عليه ولا أستطيع أن أستشيره، لكن أنا أعلم أن الرجل يقرني بمثل هذا الشيء، فاشتريت، رحت اشتريت الكمية من هذا الشيء، اشتريت كمية من هذا الشيء وجيت ووضعت عليها الحارس على هذا وجئت بالعلف ومشيت الأمور. طبعا المتوقع شهر شهرين يصير ثمن الشات أولا وزنها سيزيد، وبعدين إيش
يعني مش غلط إذا استفدتوا من الخبرة هذه. وفي الغالب هذه قضية الأعلاف حتى الذي يطعم نحن عندنا سوم طول السنة في الأردن في عش بظل طول السنة في النهاية كلهم سوف إيش يعلفون. يعني تصير أنت بعد شهرين مثلك مثل بقية إيش ولن تعلف الشات ب150 دينار أكيد يعني ولا بنعلفها ب150 دينار شاف شهرين ب10 دنانير تعلف الشات كلها. المهم أن بعد شهرين وإذا بالغنم صار 200 دينار رأس قلنا خلاص يلا بيع كل الكمية هذه وخسرنا لنا يعني عليها علف بقدر مثلا ربع حقها وكذا. المهم بيطلع تقريبا يقارب 3 أضعاف زيادة. أجاء الرجل وعندي إيش وعندي 300 ألف غير 100 ألف الأولى أو قريب منها. السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد وديعتي خذ هذه 100 ألف. بعض الناس يفعل هذا وهذا لا يجوز. أولا لا يجوز استعمال الأمانة. فإن استعمل الأمانة وقع في شيئين. الشيء الأول أن هذا الاستعمال يحول الأمانة إلى عارية. إيش الفرق بين الأمانة والعارية في قضية الضمان؟ مين يعرف؟ فيها إجماعان، إجماع على الأمانة وإجماع على العارية. أبو مالك، في العارية اليد تكون يد أمانة، يعني لا يضمن إلا مع الإفراء مع التفريط أو الاعتداء. نعم. وأما في العارية في الاستعارة والعارية قلنا في العارية يده تكون يد ضمان. عفوا، في العارية يده يد أمانة. لا، في الوديعة يد أمانة. الوديعة يده يد أمانة. نعم. وفي الأولى يده ليست يد أمانة. يعني واحدة منها اللي هي الوديعة. الوديعة الأمانة، يعني حط أمانة عندي. هذا إذا أنا احترق البيت كله فأنا أحفظ مالي وما أحفظ مال أخي. إيش يحصل؟ ما لا أضمن شيء، ما علي، ما أدفع شيء له. قل يا أخي والله احترق البيت، الله يسهل أمرك. لا تجمع علي يعني جهد أني حفظت مالك وكذلك أنا يعني أتكلف بسداده. وهذا انتبهوا إليه، يعني بعض الناس يحصل معه هذا. الثانية، تحولت يدي من يد أمين إلى يد إيش؟ ضمان. مستعين، مستعير. استعرت المال واشتغلت به. ليش تحولت يد مستعير؟ لأنني لم أخذ برأيه ولا أمره بذلك، والأمر سيكون بأثر إيش؟ بأثر رجعي. فالآن لو عاد علي بالمال أنا بعد ما أخذته وتمرته، إذا ما إذا 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 فشلت في هذا أو احترق المال بعد ذلك، بعد ما استعملت المال وأنا شغال فيه احترق، أنا أكون ضامن للمال. واضح يا إخواننا هذا الفرق. طيب، لكن أنا خاطرت وبعت كذا، الآن صار عندي 300 ألف دينار بالإضافة إلى 100 ألف دينار الأولى. ماذا سنفعل؟ بقول له أخي أنا اشتغلت في هذا المال وثمرته وكذا، وضعت نفسي شريكا مضاربا بدون إذن. هسه هذا مش صفقة بيع واحدة، أنا صرت شريك مضارب. جميل. فكم ترى النسبة المناسبة؟ فقال لي والله أنا النسبة المناسبة مش ما بعطيك إلا 10%. قل لا يا أخي، أنا أرى أنك أنت ما تستحق إلا 10%. تقول لا يا أبا مالك. فقال لا، 10% ماذا نفعل؟ نأتي بالخبراء في هذا الميدان ويصلحون بيننا. تعال أبا عبد الرحمن، ماذا تقول في هذا؟ أبو عبد الرحمن قال والله أنا أرى 50% 50%، وانتهت القضية، انتحنا. قبلنا بحكمك، يلا خذ هاي 250 ألف وأنا 150 ألف، السلام عليكم. إيش رأيكم في هذا؟ ها تمام، جزاك الله خير. هذا كذلك ختم من هناك جاءنا. فالشاهد من كلام بارك الله عليكم أن هذا اسمه التصرف الفضولي، ولكن التصرف الفضولي له أشكال، له صور، له هذا من الصور. طيب، هذا الذي صاحب الفرق الأرز ماذا تصرف؟ باع واشترى بسلعة، يعني في تصرف واحد، ولا عمل عليها إلى أن تنمت وكبرت وكذا؟ ولا عمل؟ ما يصير نقول له والله كل العمل هذا راح ببلاش ما اشتغلت. لا بد أن يكون هذا الشخص إما أجير عند هذا الرجل، يعني سوى المستأجر سوى نفسه أجير،
وبيأخذ أجرة أو بيصير إيش؟ شريك مضارب. فشاهد من كلام الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا الحديث أليق بالباب السابق من الحديث هذا. أما حديث الشركة على غير رأس المال فحديث ضعيف وتكلمنا عليه. قال رحمه الله تعالى: باب المزارعة. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاووس فقال: قال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ خراجها معلوما. هذا الحديث أولا الباب قال باب في المزارعة. المزارعة أنك يكون عندك أرض ويكون في هذه الأرض وتأتي بإنسان ليعمل على زراعتها ويكون بينك وبينه نسبة في الزرع الخارج، فإما أن تكون نسبة معلومة بمعنى أنه لك الربع مثلا أو النصف، أو أنك تحدد مكانا من الأرض تقول: هذه البقعة بالذات لي، ما نما عليها فهو لي وما لم ينمو عليها فهو ليس لي. واضح؟ الآن الصورة الأولى وهي على النسبة صورة جائزة لا بأس بها، والصورة الثانية أنك تحدد موقع من الأرض لا تجوز لأن فيها غررا أو ظلما. الغرر أنه إذا حددتها وما فيها إلها تميز عن الأخريات ما يدرك، قد ينمو في هذه ولا ينمو في تلك أو العكس. والصورة التي فيها الظلم أنك تقول على السواقي وعلى يعني مواطن المياه وكذا ثبت، هذه دائما ينمو عليها والأخرى قد لا ينمو عليها شيء، فهذا يعمل طول السنة وأنت الذي تأخذ ليش الربح. إذن هنا المزارعة الصحيحة أنه يعمل لك على جزء من الخارج من الأرض، وهذه المزارعة ليست إجارة وإنما هي شراكة. واضح؟ يعني هذا الباب ليس له علاقة بكراء الأرض أو الإجارة وإنما هي صورة ماذا؟ الزراعة، المزارعة يعني. نعم. طبعا هنا هذه فيها مشكلة. حديث رافع بن خديج سيأتي التفصيل في معناه. رافع بن خديج صديق صادق صحابي رضي الله عنه، يعني لا يكذب ولا يعني وثابت الحديث عنه. فما القصة؟ لماذا نهى عنه مع أنه ثابت وجائز؟ هناك تفصيل لم يذكر في هذا الحديث ولم يذكر في كثير من أحاديثه، لكن سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في موضعه. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية وحدثنا مسدد حدثنا بشر المعنى عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان، قال مسدد: من الأنصار، ثم اتفقا قد اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. زاد مسدد: فسمع قوله لا تكروا المزارع. على كل حال هذا لا يصح، هذا فيه أبو عبيدة بن محمد بن عمار فهو مقبول، والصحيح أنه يستحق أحسن من هذه الدرجة، لكن فيه الوليد بن أبي الوليد وولي الحديث. على كل حال إسناد الحديث ضعيف والمعنى ليس بعيدا عن الواقع، إلا أن هذا ينبغي أن يفهم أن رافع بن خديج هو وأهله أيضا هو وأعمامه كان لهم أراضون وكانوا يزرعونها، يطلبون من الناس أن يزرعوها وكانوا يكرونها، فحصلت صور معينة فيها مفاسد فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكان رافع بن خديج يذكر أنه نهى عن ذلك، ثم قد لا يفصل في بعض الأحيان فيفهم من حديثه النهي عن جميع ما هو كراء أو إجارة أو مزارعة، والأمر ليس كذلك. نعم. قال رحمه الله:
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة. هذا الحديث في الإجارة، هذا الحديث الإجارة وليس في المزارعة، يعني أنك تعطي الإنسان الأرض ولا علاقة لك فيما يخرج منها، وإنما تأخذ منه قيمة سنوية مثلا، يعني هذه السنة مثلا أعطيك هذه الأرض بعشر دنانير، في نهاية السنة ما لي علاقة، أنتجت كثيرا، أنتجت ألف دينار، أنتجت مئة دينار، أنتجت عشرين دينارا، ما أنتجت شيئا، أنت تعطيني العشر دنانير وانتهت القضية. الأرض يعني لتأجير الأرض، كراء الأرض، واضح؟ كانوا ماذا يفعلون؟ كانوا يكرون الأرض بما على السواقي من الزرع، وهذه الصورة هي صورة فيها نوع من الشراكة بنوع من الحيلة، يعني أنت في الحقيقة أنت تأخذ منه أجرة على وجود الأرض عندك بجزء مما خرج من الزرع الذي زرعه هو. إيش الزرع اللي زرعه؟ الأرض فيها مناطق ضفاف ومناطق مرتفعة ومناطق شراج ماء ومناطق منخفضة، يعني يجتمع فيها الماء والماء يطول وجوده فيها، وعادة مثل هذه الأماكن إذا كانت مكشوفة على الشمس تكون أكثر زرعا من بقية الأماكن، يعني حتى لو جفت كل هذه الأماكن في الغالب هذه تكون أطول عمرا، وبالتالي فإنها يعني يكون فيها عليها الزرع أكثر، وهذا ظلم، واضح؟ لأن كل الأرض قد لا، يعني هذا الرجل زرع الأرض كلها، بذر كل الأرض من جيبه، ثم جاء في نهاية السنة وإذا بالمكان الذي حددته أنت عليه زرع وبقية المكان ما عليه إيش؟ ما عليه زرع. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الكراء، لأن فيه إيش؟ هذا الظلم، ويحمل ما جاء من النهي عن المخابرة على هذا النوع من الإجارة أو من نوع من الشراكة اللي فيها كما ذكرنا هذه الحيلة، يعني كل ما جاء من النهي عن المخابرة لابد من حمله على هذه الصورة، وإن كانت الألفاظ قد لا تعين عليه، لأنه إن كانت يعني قد لا تحتمله بلفظها لكنها تصادم أحاديث صريحة في جواز المزارعة، واضح؟ فلابد من حمله على هذا، لأن بعض الأحاديث جاءت مختصرة وبعض الأحاديث جاء فيها التفصيل، يعني الآن عندنا هذا الحديث عن سعد، وعندنا أيضا عن رافع بن خديج سيأتي يقارب هذا المعنى كذلك. نعم، طبعا هذا الحديث يعني هو حسن لغيره. ها؟ لماذا؟ إيش؟ سعيد المسيب من إيش؟ لم يسمع من مين؟ سعيد المسيب لم يسمع من من؟ وأخبر عن أي زمن؟ عن صحابي، صحيح؟ يعني مقاطع بين سعيد المسيب وبين سعد، فسعيد المسيب لم يسمع من سعد، فبالتالي الحديث ايش؟ الحديث منقطع بين سعيد وبين سعد. ايوه، ابن ابي لبيح احنا ما تكلمنا عليه فيما سبق، ما مر معنا فيما سبق. اي، على كل حال الإسناد ضعيف لكن الحديث صحيح لغيره أو حسن لغيره. نعم، وسيأتي معنا طبعا الكراء بالذهب والفضة في جملة من الأحاديث. فضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا الأوزاعي وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن واللفظ للأوزاعي قال: حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس بها، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات أو الماذيانات وإقبال الجداول
وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما بشيء مضمون معلوم فلا بأس به. وحديث إبراهيم أتم. وقال قتيبة عن حنظلة عن رافع، قال أبو داود ورواية يحيى بن سعيد نحوه عن حنظلة. على كل حال هذا الحديث أصله في الصحيح، وإن كان في إسناد الحديث يعني الحديث صحيح، يعني حتى إسناده صحيح. نعم، الحديث له إسنادان كما ترون وهما صحيحان، والحديث أصله في الصحيح، وفيه أن رافعا سئل عن أن يستأجر الناس الأرض بالذهب وبالفضة فقال لا بأس بهما. واحفظوا هذا التفصيل لما يأتي، يعني هذه قصة التعامل مع الذهب مع الأرض، أنه المقصود أن لا تؤاجر الأرض بالطعام، الأرض لا تؤاجر لتزرع بشيء من الطعام. نتكلم عن الإجارة وليس عن المزارعة اللي هي شراكة في الأرض. لا تؤاجر الأرض بماذا؟ بشيء من الطعام، وإنما تؤاجر بالدينار والدرهم نقود. فقال لا بأس بها، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وإقبال الجداول، يعني الأماكن اللي فيها إيش؟ يعني أنا أقول لهذا الرجل ازرع هذه الأرض وخلاص توكل على الله، وأنا لا أريد منك إلا فقط هذه البقعة، قطعة هذه، شايف القطعة هذه؟ نعم، بس هذه القطعة هي التي ينبت عليها الزرع، وبقية القطع بدك توصل لها الماء وبدك ها؟ أما هذه القطعة وصلت الماء ولا لا؟ نبتت. وهذا قد يؤدي إلى أن هذا الرجل صاحب الزراعة ما لا يهتم بهذه القطعة فتفشل، واضح؟ ومع ذلك فقد كان الناس يشترطون أصحاب الأراضي، عارفين أصحاب الأراضي والذين يسمونهم في القرن الماضي الإقطاع، يسمونهم الإقطاعيين، اللي لهم أراضي كبيرة ويأتون بالناس يستعبدونهم في العمل، حتى قامت عليهم ثورة بعد ذلك ويقال لك الأرض اللي بيعمل فيها وما أدري إلى آخره من الكلام الثوري هذا. المهم أنه نحفظ هذا الحديث، أنه الناس كانت تفعل هذا، ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، زجر عنه. واضح ما الذي زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج؟ حفظنا هذا؟ طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقلت: بالذهب والورق؟ أبي الذهب ولا ما عندك؟ هكذا. طيب أقرأها. إيه؟ فقلت بالذهب أم على الاستفهام؟ بالثنتين. طيب. فقلت: أبي الذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. نلحظ هنا أن رافع بن خديج لما سئل عن كراء الأرض ماذا قال؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تكلم ولا فصل. ليش؟ لأن الناس ما كانوا يعني يؤاجرون الأرض بالذهب والورق، إنما كان مشهور عند العرب ماذا؟ مؤاجرة الأرض على جزء مما ينبت فيها فقط. ولذلك لما سئل عن هذا قال لا يجوز هذا الكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. فقال له: هذا بالذهب والورق؟ قال: لا، هذا لا بأس به، لأنه إيش؟ لأن كأن الذي سأله عن شيء معلوم عند الناس، هذا هو الذي يتأجرون به. تصور الآن واحد مثلا يعني قال لواحد، يعني يجوز لواحد مثلا أنه يضمن السيارات هذه الطلب تاكسي، فقال له يجوز وذكر له الشروط، بعدين قال: لا، ما أقصد هذا، أقصد نوع ثاني مش موجود عندك البلد، أنت ستجيبه على الذي عندك ولا تجيبه على البلاد الأخرى؟ أجيبه على الذي، فهو أجابه بحسب الموجود، قال هذا لا يجوز ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فإذا قالوا لا، في صورة ثانية وهي أنه إذا بالذهب والفضة، ويبدو أن السائل أيضا عنده علم بأن رافعا ينهى عن كراء الأرض
وعنده علم بأن الذهب بأن الكراء بالذهب والفضة فيه رخصة، فسأل رافعا، فلما رأى منه أنه فعلا ينهى عنه قال بالذهب والفضة، قال لا هذا لا بأس به. وضح؟ طيب بلكي هذا توضح الصورة كمان إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هو بسم الله الرحمن الرحيم لماذا؟ لأن هذا الموضع هو نهاية الجزء 21 من تجزئة الخطيب البغدادي، لذلك بدأ بجزء جديد، ولا هو إيش الباب في ضمن الأبواب المطلوبة. نعم، باب التجديد في ذلك إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم في أي شيء؟ يعني هو تابع للباب الذي سبق. احنا قلنا أبو داود يذكر الباب، وأحيانا يكون الباب إيش؟ الباب كالكتاب في مجموعة أبواب، وهذا كذلك. نعم. قال رحمه الله: باب التشديد في ذلك. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي عن جد الليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثاني أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه، فترك كراء الأرض. قال أبو داود: رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدون ذكر عميه، بدون واسط. نعم. ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان عن نافع عن رافع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ترون حديث صحيح، صحت بأصح الأسانيد، وفيه أنه صرح بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام وبدون واسطة. نعم. وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ورواه عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو النجاشي اسمه عطاء بن صهيب. يعني هذا الحديث فيه أن رافعا كان ينهى عن كراء الأرض، فسمع عبد الله بن عمر وكان يكري الأرض، فسمع بذلك، فجاء إلى رافع بن خديج يريد أن ينظر ماذا عنده من العلم يخالف ما كان سبق له فيه، فقال له مجيبا على استشكاله للأمر، استشكال والاستغراب واستهجان الأمر، قال: سمعت عمي يحدثان الناس في هذه الدار يقولان، يعني معنى الكلام بالإضافة إلى أنا ما سمعته أيضا سمعت عمي يخبران بذلك، وعماه صحابيان، عماه أيضا إيش؟ صحابيان يحدثاني بما سمع من ذلك، فأنا ما جئت بشيء من عندي ولا انفرد حتى بسماعه، فأنت تستطيع أن تتأكد من ذلك. فرافع بن خديج فيما يبدو أن ابن عمر سأله، قال له: أنت سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فقد أخبر عن سماعه، وأخبر عن أنه أيضا سمعه عماه، وأنهما أخبراه وأخبر أهل الدار كلهم، وهذا لأنهم عندهم أراضون ويؤاجرون هذه الأراضين على الصورة التي ذكرنا قبل قليل عن رافع بن خديج، كيف كان الناس يعني يؤكرون الأراضين على أجزاء منها التي فيها المذيانات وفيها إقبال الجداول وفيها ما فيها مواضع الماء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن هذا فيه ظلم أو فيه جهالة، لأن هذا قد يسلم وينبت في ذاك والعكس كذلك، فبسبب هذه الجهالة وهذا يقع فيه غرر أيضا، بالإضافة إلى ما يقع من الظلم أحيانا، فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. انتهينا.
فهل هذا معناه أنه نهي عن كل أنواع كراء الأرض؟ لا، وإنما نهى عن الصور التي فيها الظلم شديد، وهذا هو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى عندما تكلم عن هذا الباب وبين أن هذا يحمل على الصور، النهي على الصور التي فيها إيش؟ الظلم. وجاءت بألفاظ يعني انتشرت في ذلك الزمن من كلام رافع بن خديج وغيره أنه نهى عن المخابرة، ويقصدون بذلك هذا النوع، وإلا في المخابرة التي هي المزارعة التي ذكرنا قبل قليل ليس فيها بأس ولا فيها إشكال. فيه فرق، المزارعة نوع من الشراكة، والكراء هو إجارة، أنا أعطيك الأرض وليس لي علاقة في العمل ولا في نسبة الخارج منها، واضح؟ وإنما أخذ شيئا معلوما، هذا اسمه إيش؟ كراء. وهذا الكراء قد يكون بالنقد وقد يكون بجزء من الخارج منها معلوم وليس نسبة، هذا اسمه إيش؟ كراء. وأما المزارعة فهي أن يكون شريكك. طبعا هذا قد يكون عندنا شيئان مشتركان، وهو أن الأرض من صاحبها وأن العمل من المزارع، في الصورتين، في الزراعة والمخابرة. ثم اختلفت الصورة في صورتين، في الصورتين إحدى الصورتين فيها أن البذار من المزارع، والصورة الثانية أن البذار من إيش؟ من صاحب الأرض. من العلماء من قال إن المزارعة هي أن يكون البذار من صاحب الأرض، وأن المخابرة هي البذار من العامل عليها، واضح؟ لكن الظاهر الله أعلم أنه لا فرق بين الثنتين، وأن البذار دائما من العامل على الأرض، وأما الشجر فإن تكون أيضا في الأرض، وهذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المزارعة، والتي حصلت بالنسبة لأهل خيبر. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم منه أنه كان كل سنة يبعث يعني البذار أو يبعث الغرس من النخيل أو يبعث، ما في شيء من هذا، ولا علم من ذلك شيء، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أبي بكر، ولا في عهد عمر، إلى أن أخرج اليهود من خيبر. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكارها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى. يعني هذا الحديث صحيح، وهو أصلا في صحيح مسلم، ولكن لابد من أن يحمل هذا كما ذكرنا على الصور المنهية، بقية الصور المنهية، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام رأهم على الصورة التي ذكر رافع بن خديج في غير هذا الحديث، فقال: إما أن تزرعها وإما أن تزرعها أخاك، يعني تهبه من غير إجارة، يعني ولا تكارها بثلث ولا بربع، يعني اللي هو الإجارة بماذا؟ بالطعام، إجارة بالطعام، ولا بطعام مسمى، يعني لا تحدد الطعام ولا بنسبة الطعام، لا نريد كل هذا النوع من الإيش؟ من الإجارة. والحظ معي أن الكلام في الإجارة وليس في المزارعة، واضح؟ لكن لما كانت النسبة هي تشبه صورة المزارعة، صار في بعض المواطن قالناها عن المخابرة. ليش؟ لأن النسبة هي مخابرة في الواقع، يعني أنك تعطي واحد ويقول له لي النصف مما يخرج، هذه مزارعة ومخابرة. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا نهى عن إيش؟ عن أن يعطيه سواء كان بربع ولا بثلث ولا بطعام مسمى، من باب إيش؟ النهي عن المزارعة، ولا النهي عن الكراء والمؤاجرة؟ الكراء والمؤاجرة. لابد من حمل كل الأحاديث على المعنى الذي ذكر. نعم. وطبعا المشكلة أنك تجد أن كتب الحديث تذكر هذا وهذا وهذا دائما، فتحتاج دائما للجمع بين النصوص، لا المعارضة بينها والترجيح، وإنما الجمع بحسب الإمكان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه. نعم.
نفس الحديث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا. نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل. يعني هذا يشبه السابق في الجملة يعني، ويعني يشهد له. لكن طبعا كما ترون هنا الحديث عن ابن رافع بن خديج، ويعني أحيانا يكون عن ابن رافع، وأحيانا إما أن تكون هذه كلها موجودة، وإما أن يكون هناك إيش يعني اضطراب في هذا، أو أنها موجودة لأنهم أهل زرع، فيمكن أن يكون ابنه أحيانا يروي، وأحيانا ابن أخيه، وأحيانا ابن عمه، وهكذا. نعم. طبعا الحديث فيه ابن رافع بن خديج، وإيش الكلام في ابن رافع بن خديج؟ مش معروف من هو يعني. طبعا هو كان له ابنين فقط، أحدهما ثقة والآخر يعني مجهول، أو يعني واحد أظن ضعيف منهما. على كل حال الأصل في مثل هذا أنه الإسناد فيه ضعف فهو حسن لغيره بحسب الأحاديث التي سأت. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد أن أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، وقال من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. قال أبو داود هكذا رواه شعبة ومفضل ابن مهلهل عن منصور قال شعبة أسيد ابن أخي رافع بن خديج. ابن أخي، طبعا أسيد بن ظهير، ظهير قبل قليل مر معنا من وين الحديث، كم رقمه؟ مر معنا قبل قليل. أسيد لا هو ظهير عن عمه ظهير، قبل قليل مر معنا 394. إيه هذا نتكلم ليس عن هذا، وإنما المقصود من الكلام أنه ذكر الاسم. لا ثواني. إيه قال عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموضع اللي فيه، وهذا يعني إسناد للصحيفة، قال عمه ظهير، فإذا كان ظهير عمه فإذا أسيد سيكون إيش ابن عمه. نعم. لذلك قال هنا قال أبو داود وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور قال شعبة أسيد ابن أخي رافع بن خديج. وشعبة يخطف الاسماء ولا لا؟ فالظاهر والله أعلم أنه ابن عمي وليس ابن أخي، ليس ابن أخي. ولكن المشكلة الحديث السابق، الحديث الذي ذكرنا قبل قليل فيه عن ابن رافع بن خديج، يعني فالظاهر والله أعلم أن هذا كان يروي وهذا كان يروي، يعني حتى هؤلاء الأعمام الذين سمعوا أيضا أبناؤهم يعني ربما كانوا يروون الحديث، والله أعلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى. فيه شيء جديد في هذا، من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدعها، يعني من استغنى عنها بحيث ما يحتاج إليها ولا يزرع ولا يفعل شيء. وفي هذا الحديث أنه نهاهم عن أمر كان لهم نافعا يشبه السابق، وأنه نهاهم عن الحقل، يعني عن الحقل إما أن تكون المحاقلة، وهذه ليس هو الحديث رافع عن المحاقلة، شيء آخر اللي هي مثل المزابنة في الثمار والمحاقلة في الزروع. فإن كان هذا فيكون أيضا نهاهم عن الحقل، هذا موضوع ثاني، أو أن يكون نهاهم أيضا عن الكراء المذكور قبل قليل، ويكون هذا تتم للسابق. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا أبو جعفر الخطمي
قال بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال قلنا شيء بلغنا عنك في المزارعة قال كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير قالوا ليس لظهير قال أليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال خذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة قال سعيد أفقر أخاك أو أكرهي بالدراهم نعم هذا الحديث إسناده صحيح ما فيه إشكال ويحل جزء من الإشكال لكن بشيء من النظر حقيقة يعني هذا الحديث فيه أن الأرض كانت لظهير وظهير هو عم رافع وكانت بنو حارثة تزرع في هذه وكان هو يكري أرضه على الصورة التي كان العرب يكرونها صورة مباحة ولا صورة محرمة محرمة فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ظنهم يعملون على الصورة المباحة فقال ما أحسن زرع ظهير يعني زرع جميل تمام قالوا هذا ما هو بزرع ظهير ظهير له الأرض وينتظر إيش أن يعطى كراءة الأرض من زرع من الزرع يجوز هذا ولا ما يجوز لا يجوز ما يجوز على وجه الكراءة طبعا طيب ما الدليل على أنه على وجه الكراء لأنه لو كان على وجه المزارع لقالوا بل هو زرع ظهير صحيح لأنك أنت صاحب الأرض وبالتالي فالزرع لك على النصف صحيح ولا لا ها إذن وضحت لنا أيضا جانبا آخر من يعني أعطتنا أيضا بعدا آخر في القصة فلما تجمع هذه الأبعاد للقصة ستجد أن الذي كان يقع منهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فيه ظلم وفيه يعني أمر يعني فقال طيب قال فخذوا زرعكم خلاص هذا الزرع لكم خذوه وردوا عليه النفقة ما حصل من النفقة ردوه عليه قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة قال سعيد أفقر أخاك يعني أعن أخاك أفقره أعانه في اللغة وأخذت من إفقار البعير أي لأنك تركب فقارة يعني أن أعره فقار بعيرك أعن أخاك أفقر أخاك أو أكره بالدراهم إذن مع أنه ذكر هذا الكراء نبه على أنه أيضا إيش أن المقصود من هذا الكراء الكراء بالدينار والدرهم ما فيه شيء وضح هذا الأمر وطبعا هذا الكلام من كلام سعيد المسيب الذي ذكر أنه من حديث ابن عمر عن رافع بن خديج نعم طبعا يعني المقصود ولكنه زرع لما قالوا بلى ولكنه زرع فلان يعني إيش يعني ولكنه زرع فلان قد اكترى الأرض بالزرع حتى نفهم القصة نعم اكترى يعني إيش يا تأدو عبد الرحمن اكترى الكراء إيش يعني الإجارة نعم اكترى استأجر نعم قال رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة نعم هو هذا الحديث فيه نهى عن المحاقلة يمكن هذا يظهر ويبين أن السابق مقصود من المحاقلة المحاقلة والمزابنة هي نفس الشيء لكن الفرق بين المحاقلة والمزابنة إيش المزابنة في الثمار والمحاقلة ما قلنا أنه لا يجوز شراء الزرع بثمرة الزرع بالحنطة سبق معنا ولا لا هذا إيش اسمها هذه محاقلة اسمها محاقلة
مثل المزابنة، المزابنة اللي هي إيش؟ اللي في الثمار، الثمار اللي هي على الشجر اللي دائم كل سنة، لكن المحاقلة اللي هو الزرع الذي ينبت في السنة ثم يحصد ثم يزرع وهكذا، هذه محاقلة. فهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، انتهينا من هذا. قال وقال، والذي قال وقال هنا القائل المتكلم في هذا النسائي في سننه الكبرى، قال قال ميزه إسرائيل، بين إسرائيل أن الذي قاله هو سعيد ابن المسيب، يعني قال كلمة إنما يزرع ثلاثة، هذه فتوى وبيان للحكم من سعيد بن المسيب، هذا في السنن الكبرى للنسائي، لأن عند العودة إليها وردت أنه قال هذا الكلام في ذلك. الآن إما أن يكون سعيد المسيب قال هذا من عنده وهو موافق للصواب، وإما أن يكون جزءا من الرواية، أحيانا يقوله بلفظه وأحيانا يرويه ويرفعه، ولا مانع من هذا وهذا. وفيه أنه إنما يزرع رجل له أرض فهو يزرعها، الآن كونك تزرع أرضك هذا شيء ما فيه إشكال، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، يعني أعطيها من غير أن يكون كراء مش مؤجرة، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة، يعني من غير طعام ومن غير الخارج منها. إذن كل هذه الصور مباحة وثبتت بالنصوص. نعم. قال رحمه الله: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثكم ابن المبارك عن سعيد أبي شجاع حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه، فجاءه أخي عمران بن سهيل فقال أكرينا أرضنا فلانة بمئتي درهم، فقال دعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. يعني هذا الحديث مخالف كل ما مضى، واضح؟ لذلك حكم عليه شيخنا بماذا؟ الشاذ، يعني كل ما مضى من النصوص مخالفة لهذا، فهذا يعني فيه المخالفة. عثمان بن سهل بن رافع بن خديج هذا قال ابن حجر في كتاب في التهذيب إنه وهم، وإنما هو عيسى ابن سهل وليس عثمان ابن سهم ابن سهل، ومع ذلك رمز له هناك بسين، يعني إيش؟ يعني النسائي، مع أن الحديث كما ترون أيضا موجود وين؟ في سنن أبي داود، فينا يعني الذي عنده النسخة يعني يضع فيها دال، يعني يضيف دال هناك، لأنها إيش؟ لأنها ثابتة، هذا نحن قرأنا الكتاب وجدنا هذا. الفرق بين أن تستقرئ بسرعة قد لا ينتبه الإنسان لهذا، لكن أنت الآن وصلت إلى الحديث واكتشفت أن فيه الراوي هذا، وهذا الراوي غير مرموز له بدال، وإن مرموز له بماذا؟ سين، إذن تضيف إليه دال. نعم، إذن هذا هو فيه هذا النهي، لكنه لا يصح، لأن ثبت السابق أن جواز القراء بالنقدين الذهب والفضة، وكذلك يجوز بالنقود بشكل عام الورقية وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وعليكم أحسن الله. يبدو أنني قرأت فجاءه أخي عمران بن سهيل، وهو خطأ، هو عثمان بن سهل بن عمران في آخره آخر عمران بن سهل. نعم، هو عمران بن سهل فجاءه أخي عمران بن سهل. أنا أخطأت فيها، إيش قلت؟ سهيل. إيه نعم، لا بأس، تفضل. قال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا بكير يعني ابن عامر عن ابن أبي نعم حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، فسأله لمن الزرع ولمن الأرض، فقال زرعي ببذري وعملي، لي الشطر ولبني فلان الشطر، فقال أربيتما فرد الأرض إلى أهلها وخذ نفقتك. نعم، الحديث هذا ضعيف، بالتالي لا يؤبه به. فيه بكير النافع ابن عامر، بكير بن عامر، وهو ضعيف هذا أمر،
وواضح المخالفة للنصوص السابقة أيضا، فهذا يدل على إنكار، على نكارة هذا الحديث، يدل على نكارة لا يصح. أي هذه صفة المزارعة وليس هذا الذي حصل مع رافع بن خديج. لا لا، المزارعة هي المخابرة، سنأتي إليه إن شاء الله تعالى، لابد من أن نذكرها، ونحن الآن سنقف عند هذا الموضع، والكلام عن المزارعة سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد بابين، يعني الباب الأول إذا زرع الرجل في الأرض بغير إذن صاحبها، والثاني باب مخابرة سنتكلم عليه مرة ثانية، يعني هناك كلام هنا سيأتي إن شاء الله تعالى، لعله يعني يكون في تفصيل فيها في هذا الموضع. وإقرأوا يا إخواننا في هذا الباب، يعني جهزوا أنفسكم حتى لا يحصل يعني إطالة في الشرح، تكون كلام واضح إن شاء الله تعالى. وإذا كان هناك أسئلة نقف معها إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وغفر الله لكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، قال الحافظ في التقريب: عباية بن رافع ابن خديج ثقة، هرير بن رافع بن خديج مقبول، ولكن وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات. لو أنه ذكر لي رقم الحديث بس، مين ما هو رقم الحديث؟ 97 بعد 330 تقصد؟ أبو بكر بن أبي شيبة عن رافع بن خديج، ما فيه ذكر هرير عن ابن رافع. اثنان، واحد منهما عباية والآخر هريرة. عباية ثقة وهرير مقبول، أي يعني عباية ثقة والآخر مقبول يعني مجهول، هذا هو المقصود بالكلام، مقبول يعني عند المتابعة إلا فلين. إذا نحن صر يعني هذا الحديث فيه إبهام لابن رافع، ورافع له ابنان أحدهما ثقة والآخر مجهول، عباية ثقة وهرير مجهول، مقبول مش هيك؟ نعم. أي نعم، بالتالي فنحن مضطرون أن نقول إسناد الحديث ضعيف، لأن ما عينا أيهما الذي له. جزاك الله خير، أحسن الله إليك. نعم، يقول بقي إسناد الحديث ضعيفا وإن كان حسنا لغيره كما ذكر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم، ما هو الفرق بين الكراء والمزارعة، ولماذا جازت المزارعة على نسبة ولم يجز ذلك في الكراء؟ هذا ما سنشرحه إن شاء الله تعالى في بداية الدرس القادم، يعني أنا أخشى أن أشرح فلا يفهم الآن، لكن على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر من اليهود على ما فيها من النخل على الخارج منها، النخل والأرض كلها صارت ملكا للنبي عليه الصلاة والسلام، هم سيعملون عليها على النصف من الخارج منها، ما هم ليسوا مستأجرين للأرض، وإنما هم عاملون فيها على النصف مما يخرج منها، وهذا العمل شراكة، هذا الذي يسمى بالمساقات، ويسمى مزارعة، ويسمى مخابرة، لكن نأتي إليه إن شاء الله تعالى. يعني أنت شايف أنه هذا مثل الكراء، مثل الذي يستأجر أرضا جرداء فيزرعها ويكون على جزء من الأرض، هذا يختلط في يعني مختلط؟ ما هو مختلط. نعم، الكراء على النسبة ما في عندنا مشكلة، سنة إن شاء الله تعالى على كل حال إذا وقع الإشكال فيما بعد ونشرح هذا يكون الأمر سهل إن شاء الله، لأن كل الكراء في الجملة لا يجوز بالطعام الخارج من الأرض، الكراء اللي هو الإجارة. نعم، يقول هذا السائل: ما هي صورة بيع العينة، وما هو وجه بيع العينة في المثال الذي ذكرتموه في الكمبيالات، ولماذا كان أشد من الربا؟ ما ذكرت أنه عينة، ولكن نحن قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا تبايعتم بالعينة، هذا الحديث وإن كان فيه ذكر العينة إلا أنه إشارة إلى المعاملات النقدية أو المالية، كما أن في الأخذ الزرع، الأخذ بأذناب البقر والرضا بالزرع الإشارة إلى إيش؟ المزارعات والقيام على المواشي وترك والركون إلى الأرض، وإن لم يكن المقصود فقط أخذ أذناب البقر، واضح؟
فكل واحدة من هذه الثلاث هي إشارة إلى جنس، لأن هذه الأجناس إذا انشغل الإنسان بها فيدخل فيها كذلك. يعني الآن الصيد داخل في هذا، الصرف داخل في كل هذا، داخل في الجملة كله ألهى عن الدين وألهى عن الجهاد في سبيل الله. فلما ألهى عن الجهاد في سبيل الله وصار الركون إلى الأرض والخلود إلى الأرض، ذلت الأمة وضعفت. أما قصدنا أن هذا عينة، ليس هو العينة، العينة سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد انتهاء من الكلام عن هذا. نعم شيخ الله يجزيك خير لو سمحت، المثال ذكرناه في الكمبيالات، هل يصح على أنه قرض مش شركة مضاربة؟ هو في الحقيقة قرض جر نفعا، هذا حقيقته. قرض هذا اللي ذكرناه قبل قليل، اللي ما يسمى بالشريك المضارب عند تلك الشركات المصرفية، الحقيقة أن الشركات المصرفية ليست شركات استثمارية. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل في قصة صاحب فرق الأرز، لو لم يجز صاحب فرق الأرز عمل الرجل، فهل يحق للرجل المال بين الجبلين؟ يعني سبحان الله، لماذا نعود؟ إذا لم يجزه معناه أنه ما أجاز له أن يزرعه وأن ينتفع به ولا أن يتصرف فيه. هذا الرجل صار الأرز بالنسبة إليه بعد جريان يده فيه مستعارا، يعني أنه ضامن، صحيح؟ فهو يضمن له قيمة فرق أرز، يعني كم يطلع بعد ما تصرف، سواء خسر كل الأرز ولا ربح كل الأرز، كم له الآن؟ قلنا أنه يتحول يده إلى يد ضامن، قال أنا ما أجزت لك التعامل معه، يقول خلاص أنا أرد لك فرق الأرز. الباقي إيش؟ الباقي يقول ما أجازه، طالما ما أجازه كيف يستحق الباقي؟ وضح؟ وكلمة ما أجيزه تعني أن ما حصل بعد ذلك كله باطل، لكن هذا لا يحصل، لا يمكن لأحد أن يفعل هذا. يعني هذا السؤال فيما أظن مغالطة يعني، فسامح الله السائل. نعم يقول السائل ما حكم عمل مشروع خيري للتكسب منه؟ تناقض هذا. يعني لو أن رجلا مثلا اشترى يعني الغنم من أجل أن يبيعها في الأضحى، ولكن هو عنده يعني أسر فقيرة وعنده يعني جمعيات وكذا، ثم اتفق مع الناس أنه يبيع عليهم هذا الغنم بأسعار مخفضة جدا، وأنه أيضا يعني يعمل بالتعاون مع اللجان الخيرية وكذا على توزيع كل هذه اللحوم على أهالي تلك الأماكن الفقيرة جدا وكذا، فهو يتكسب يعني تكسبا قليلا، لكنه يحصل بسبب هذا يعني نفع كثير، وهذا لا بأس به، ولا بأس بقرن النية، أن يقرن في نيته بين العمل الصالح وبين النفع له إذا كان في هذا خير، لأن إغلاق مثل هذه الأبواب قد يؤدي إلى إغلاق أبواب كثير من الخير. يعني ما يمكن كل إنسان أن يتفرغ لعمل الخير بدون أن يكون يعني الكسب، كذلك ممكن الإنسان يشتغل في الجمعيات الخيرية التي النظيفة البعيدة عن السوء وكذا، ويأخذ راتبا في أثناء هذا العمل، ولكنه يتقن هذا العمل يكون منه خير كثير، فهو جمع بين العمل الخيري وبين التكسب. نعم يقول السائل ما حكم العمل في توزيع الجرائد الإعلانية؟ لا أعلم. ما حكم السمسرة على العقارات أو غيرها؟ السمسرة لا بأس بها بشرط علم الطرفين، يعني يكون كل من طرف ما يكون فيه غش ولا يكون فيه يعني إخفاء لحقيقة أنه يأخذ من هذا المأمان ويأخذ من هذا، وهم يظنون أنه يعني بعض الناس يفعل هذا يظنون أنه يعمل عمل خير معهم، قل ما الله أنا شفت لك أرض جيدة وكذا ومن أجلك أنا يعني حقيقة وفقط خدمة لك وما أدري آخره، ثم هو يأخذ منه ويأخذ من الآخر، هذا لا يجوز. أما إذا بين ووضح قال أنا أخذ منك مثلا 6% ومن ذاك 4%، يجتمع 10% من الطرفين ويخبر الطرفين، ما في مشكلة. أحسن الله إليكم. يقول
ما حكم الاتجار بالهواتف الخلوية وأجهزة الحاسوب مع المفاسد التي قد تنتج عنها؟ نعم، لا بأس، يعني لا بأس بذلك طالما أنه لا يعلم أن هذا الشخص بالذات سيستعملها فقط في المفاسد، لأن حقيقة الأمر أن المقصود من هذه الأجهزة هي فيها مصالح كبيرة، ولكن بعض الناس قد يستعملونها في بعض الأحوال في أشياء محرمة، فالأصل جواز هذا بشرط أن تباع وتشترى بالصورة الشرعية يعني. أما ما يحصل فيها من المفاسد وكذا فإثمها على أصحابها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رجل مقيم في الدوحة في قطر ويريد أن يعتمر، وستكون رحلته الدوحة الرياض جدة مكة، فأين يحرم؟ وستكون رحلته في الطائرة. يحرم من السعودية، يعني إذا حاذى السعودية يحرم السيل الكبير. يقول هل يعد الذهاب إلى محافظة عجلون سفرا بالنسبة لمن يسكن في عمان؟ نعم، الذي ليس له دار إقامة في عجلون هو سفر. ويسأل كذلك عن الأغوار. على كل حال يعني أنا أرى أنه يسأل عن كل موضع بعينه أفضل. نعم. يقول اكتفي إن شاء الله بهذا السؤال الأخير كما تشاء. يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم ويحافظ على صلاة الضحى وما الدليل؟ الصحيح أنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مداوم على صلاة الضحى، بل ثبت أنه ما كان يداوم على صلاة الضحى، وإنما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى في بعض الأوقات معينة، يعني منها أنه صلى يوم الفتح 8 ركعات ضحى. بعض أهل العلم قالوا ضحى يعني الوقت وليس صلاة ضحى، وإنما هي صلاة الفتح، وبعضهم قال بل هي صلاة الضحى. وعلى كل حال أما المداوم عليها فلا، لكن مع ذلك فإنه ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام الأمر بالوصية بصلاة الضحى، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه صح عنه ذلك أنه قال أوصاني خليلي أن أصلي الضحى، فهذا الأصل. وثبت أيضا فضل يعني فضائل لصلاة الضحى تدل على يعني العمل هذه الصلاة، وإن عمل بها الإنسان واستمر عليه فلا بأس، ولكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استمر على أداء هذه الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.